شبت بابا يا بت موجه تقعد ويا ابو عمار منه جابك منه ذكريات يا ذكريات يا بت ذاتك القاك ام ابو عمار شو وقت جيت وين رايح جيت من باب المعظم ورايح عسنك افتح لك الصندوق شبك تحجوبك هيك اسف يا بي بس انا طالع ويا اصدقائي بتعوف ابوك وحده لا يا بي اذا تريد تعال ويانا نطلع انا وياك واصدقائي وانا ابوك اجي وياك انت واصدقائك ذول الساقطين السافلين مثلك يا بت اذا عندك القمصه للهف ما الساقطين شو هالاياني زين يا بت ابقى هنا وانا راح اروح ويا اصدقائي شكو تعوفني وادي بالبيت لا يا ابا وصيت الجيران قلت لهم اذا شموا ريحه ما شعوات تعال طفوا ادري انت جدرو خلك على النار يا يابا اسمع تجي وياي البيت اما غصبا ما عليك لا يا يابا ادري اطلع ويا اصدقائي شو اقول لهم ما تقول لي قل لهم طلعت انا وابويا ولقيت السيارة عطلة واعتذر منهم إيه لا تخابر عمي يقول لدي نطلع ولقينا السيارة عطلة أنا واعتذر من عدي لك انت منين لك هاي سوالف لا يا با هاي سوالفك انت ودام أشيها عليك ماكش حكي تجي وياي البيت عمي غصبا ما عليك يا با أنا ما روح البيت عمي لو تنقلهم الدنيا زين لو لا ألف الحمد لله والشكر يا رب وزيد النعمة واحفظ شواذيدها ألف الحمد لله والشكر يا با هسه أنا تغديت وجيت وياك ولازم أروح لجماعتي كلش مستعجل اقعد يا جماعتك شلون هتجي البيت عمك؟ مو قلت لك ما تتندم؟ كلش مو حلوة وتندمت شفت عمك ومرت عمك شلون رحبوا بينا؟ يابا يعني أنا انتبهت لهذا الموضوع حتى صار يتقال على المعدة قبل كانوا ما ينجرعون مسوين هواي أكل ومكلفين نفسهم خطية طبعا لين ما حد يجيهم المن يطبخون هم مكروهين الله مرت عمك شلون طباخة ماهرة يعني إذا تخلي إيدها عتم من يصير زفر يعني مو بس السمك ما شاء الله عليها ماهرة حمادة لا يابا ما انتبهت على شيء لا يابا والله ما انتبهت على شيء حمادة بقى أريد فطانية أريد نباهية أريدك تصير ذكي يعني فتح لي عينك زين ما انتبهت على شيء يا أبي عمي نشال راح أحط المحفظة يمك لك أنت تبقى عار يا أبي أنا جيت يمك وتغديت ولازم هسا أروح يلا في مال لا أقعد يا أهلا وسهلا أبو حمودي أخويا نورتونا وشرفتونا نورك ابو شموسه نورك الساطع هذا ابو حمودي ولو ابو شموسه شكرا لمرورك الرائع ادري تعليقات سلام ايش بكم يا ابي والله يا ابو حمودي والله يا ابو شموسه والله يا ابو حمودي والله يا ابو شموسه انا اللي قاعد اترخص تاخذ راحتكم مو قلت لك لازم اروح يمكن عندكم موضوع خاص تريدون تحكون به حمودي انت ايش اخبارك وضعك دراستك والله عمو شغل ماكو وبالدراسه فاشل عمو احنا هم كنا مثلكم بس الحمد لله الله وفقنا وصرنا غير شكل انتوا وقتكم مو خوش وقت اي والله يا ابو شموسه مو خوش وقت بلبل انت كوبي بيست اطرايك احكي شيء جديد يا بجيل ايش هذا عمي جيل ايش مو خوش جيل والله يا ابو شموسه مو خوش جيل اي مو احنا جيل تدرون ايش قال لي انتو جيل لا يا صديقي فاكو اختلاف لازم تفهمه ولازم اروح لاصدقائي ابو حمودي احنا بعدنا على اتفاقنا على اتفاقنا يعني نتوكل على الله يلا نخلص الفاتحه يا الله يا الله الفاتحه شكرا الفاتحه الى رحمه الله البقاء في حياتكم عمو ان شاء الله خاتمه الاحزان وما تشوفون شر يا شر حمودي يا شر هاي فاتحتك على بنت عمك شموسه لا شموسه المكروهه ماتت لك يا ماتت فاتحتك يعني خطبنا لك بنت عمك شموسه وانا ادري لا غير تاخذ رايي تقول لي بلكي اوافق ما اوافق يا ابا يا قلبي عمو هاي منو هالهل هاي عمتكم شموسه وشموسه لا ما شاء الله شموسه يراد لها مقشع مو عريس بس هاي بتعمك شموسه يا ابو وذا بتعمي شنو ماخذ العركه اقول ابو حمودي اشو احس حمودي ما مقتنع شنو ننهي الموضوع اول مره عمو يحكي حكايه براس حظ اي والله عمو انا ما مقتنع لا ما مقتنع شنو انا مقتنع هاي يا بنت مقتنع طبعا الا عاد خلاص انا همينه مقتنع بس انا احس الردان شويه بيها كبر يا ابي هي بدله الله يخليك حمودي
هاي بنت عمك شموسه وانتم متربين سوا وتتزوجها غصبا ما عليك. يابا انا اشوف شموسه مثل اختي يعني واذا متربين سوا. شب مثل اختك شنو؟ من انت وصغار؟ شموسه الحمودي وحمود الشموسه. ها ولازم اسس حياتي وابني مستقبلي على هاي المقوله مالتكم مو؟ وليدي مرقتنا على مو ولا على زياقنا عادي يعني اذا ماكو امثال ماكو اعراس. ابو حمودي هسه ايش قررت ويله ولا؟ عمو ما لك علاقه بحكي ابويا، انا ما اتزوج وهاي الخطوبه ما تتم. ابني مو عمو مو راح اروح اطفي الراوتر وارجع اشغله لان الظهر دا تقاطعون انتو. يابا شكو احكي الله يخليك. لك حمودي اذا ما تتزوج شموسه نتهجول بالشوارع. ليش هسه تر شكو؟ البيت اللي احنا قاعدين بيه هذا الورث مال عمك، يعني اذا ما تتزوج شموسه البيت يروح علينا. اي لعد يلا خلينا نقرا الفاتحه. اي مو قريناها؟ لا نقرا الفاتحه على البيت. لعد انا شنو ذنبي البيت اللي مستقر بيه صار له 20 سنه يروح مني؟ وشنو ذنبي؟ ابوك مستعز بالبيت. وانا شنو ذنبي اخذ شموسه؟ وانا شنو ذنبي اتهجول بالشوارع؟ وانا شنو ذنبي ما عندي حصه من الورث؟ كافي معودين صدق كذب، يعني تضحون بمستقبلنا على مودكم وعلى مود الورث؟ بس مو صوتكم، صوت جدي. المفروض بذيك الليله لو سهران بالروابي وايش رفله من هاي الخلفه. هو كان اسمه الروابي؟ اعتقد غيره.